تتدعم سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بمختلف ولايات الوطن بمحلات تجارية وأخرى خدماتية وفق صيغة البيع بالتراضي، خطوة ستسمح بالتخفيف عن المواطن البسيط في تلبية احتياجاته اليومية، وبإمكان لأي شخص يحمل الجنسية الجزائرية التقرب من المديرية الجهوية أو المديرية الولائية للوكالة. الخطوة اللي قامت بها وكالة عدل يعني من خلال طرح محلات تجارية كل الراغبين، يعني يمكن أن نراه من جانبين. الجانب الأول هو اقتصادي بحت، وهذا راح يمكن يعني ببعث نشاطات يعني في مختلف المجالات التجارية، يعني من بيع السلع والخدمات للمواطنين يعني في هذه الأحياء اللي تعرف يعني نقص في تجارة أو نقص في يعني المحلات اللي تسمح لها باقتناء يعني كل السلع وأيضا الخدمات للمواطنين. وفتحت الوكالة للراغبين في شراء المحلات عبر موقعها الإلكتروني، موضحة أن العملية تتم عبر التسجيل الأولي بالموقع في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ التسجيل خلال أيام العمل المفتوحة. وفي حالة عدم احترام هذه الأجال، نبهت الوكالة أنه سيتم تلقائيا إلغاء التسجيل ولا يتم قبول أي طعن. والبعد الثاني وهو البعد الاجتماعي راح يسمح يعني بخلق نشاطات اللي تكون لها ايضا اثر على قاع الشغل، يعني يكون فيه مناصب شغل يعني بالنسبه لاصحاب المحلات، وبالتالي هذا راح يرجع بالاثر الايجابي على القاطنين في هذه الاحياء. يعني اليوم نرى انه هذا التوجه يعني يندرج في اطار يعني اعطاء حيوية للأحياء السكنية الجديدة. خدمات أخرى تضاف إلى المجال التجاري من شأنها تحريك النشاطات التجارية بالأحياء السكنية، ولا يزال الرهان على إنجاز المساحة التجارية بما يسمح خلق مناصب الشغل.